يلا رفيف تعي بلا ما يشوفنا حدا، لازم نستعجل. جود بيك، قلي نحن شو عم نعمل هون؟ لا لكتير اللي بيعرفوا انه انا عندي يخت. ايه وعمران؟ رفيف مو قلت لك انه عمران رح يجي لهون؟ في شي غريب بهالقصة، يا اما صاير شي لعمران وما عم بتقلي شو هو، يا اما ما بعرف شو الموضوع. لا تخافي مو صاير شي لعمران، خلينا نركب باليخت وبعدها منتصل فيه وانتي سألي كل اللي بدك اياه. نحن لازم هلا نعمل اللي طلبه عمران بالضبط. يلا اطلعي. هلأ فيكي ترتاحي. خلينا نتصل بعمران هلأ. طبعا أكيد لازم نتصل بعمران. نسيت الموبايل فوق، رح جيبه وارجع لهون. يلا ما بطول. طيب طالع معك. جود بيك ليش قفلت الباب علي؟ جود بيك ممكن تفتح لو سمحت؟ شو عم يساوي؟ لا تقلي لي بيك بلاها الألقاب. نادي لي جود من اليوم، بسبب الحادث انتي مو متذكرة شي. رح نروح انا وياكي ورح ناخد ابننا معنا. وصلت لك ادوية مضادة للاكتئاب قوية كتير، باخر مرة شفتك فيها قلقت كتير، مشان هيك لازم تاخد العلاج. الله يستر. بعد الحادث فقدتي ذاكرتك يا فادية، ومجد كان صغير بوقتها. افتح الباب، عمل لك افتح الباب. شو ما عم تسمع؟ افتح الباب وطلعني من هون يا ناس، الحقوني. فادية روقي وحاج تصرخي. بتعرفي انه مجد اذا شافك هيك رح ينزلوا دموعه؟ انت مريض نفسي وعم تاخد دواء، انت مالك طبيعي. فادية انت مو متذكرتيني، هذا هو اللي مو طبيعي. رح تتذكري كل شيء وانا رح احكي لك كل شيء بالتفصيل الممل. روقي شوي يا رفيف، روقي شوي. زلمي مريض نفسي. متذكرة اليوم اللي صار فيه الحادث يا فادية؟ وقفتي قدامي وقلتي خلينا نطلع بالبحر وما بدنا نرجع على البرد لشهور. انا ما قبلت، قلت لك عندي شغل. انت عصبتي علي، قلتي لي انه انا هملتكم واتهمتيني بالتقصير. انا كمان عصبت لانك طول الوقت عم تشتكي مني، صرخت عليكي. انت زعلتي وطلعتي فيني وصرتي تبكي، وصرنا نتخانق ونعيط ومجد صار يبكي. ما تحملت هالمنظر وطلعت لبرا فورا. انت كمان اخذتي ابننا وطلعتي وراي واخذتي شنتيكي معك. انا شو بدي اعمل؟ يا الله شو بدي اعمل هلا؟ لازم لاقي طريقه لاتصل بعمران. كل هالمواقف نحن عشناها، متذكره مو هيك يا فاتيه؟ بعدين صار هداك الحادث، دورت عليكم بكل مكان، قال انكم متوا بس ما صدقت حدا منهم. ايه ما صدقت. شفتي شلون لقيتكم عايشين؟ انت رح تتذكري وابننا كمان رح يتذكر. رح ناخد مجد ونروح كلياتنا، وسفرة البحر اللي كنا ناويين نطلعها رح نعملها هلأ، وما رح نرجع له مرة تانية. فادية تذكرتي ولا لسه؟ ايه تذكرت، تذكرت طبعا. عن جد تذكرتي حبيبتي؟ ايه بعد ما انت حكيت اللي بلشت اتذكر اللي صار معنا. ومجد رح يتذكر كمان. اسمعي، رح ناخد ابننا ونسافر من هون، رح نلاقي طريقة نطالع فيها ابننا بدون ما يحسوا أهل هداك البيت. طيب ماشي، رح ناخد ابننا ونسافر من هون. ممكن تفتح لي الباب وتطالعني؟ ليك لأنه أنا بلشت خاف واختنق. تمام استني رح أفتح لك الباب،
ورح نفكر مع بعضنا شلون بدنا نطالع ابننا من هنيك وناخده معنا. ايه يلا افتح لي الباب وطالعني من هون. يا عمري انتي شوفي متضايقة حبيبتي؟ ها؟ هلأ فهمت لما رجعتي تذكرتي كل مشاعرك تخربطت. بس بالأول لازم ناخد مجد. طيب رح أتصل بالبيت مشان أحكي مع المربية ورح ألا تحضر مجد. اطلع أنت جيبه ورجع. مستحيل أنا ما فيني أتركك لحالك هون. طيب ببعت له شي حدا منرجع لك. وإذا كان عمران بالبيت؟ أنت مو قلت إنه ما رجع على البيت؟ مو قلت إنه بالمديرية؟ صحيح برافو متذكرة منيح. شو رقم البيت؟ ولا قلك بلاها ما فينا نتصل بالبيت بركي حدا تاني رد غير المربية. ممكن نتصل على موبايل غصون مو مشكلة. ما بعرف يمكن يكون في خطورة. طيب مثل ما بدك إذا تأخرنا عمران ما رح يتركنا بحالنا وما رح نوصل لمجد. مشان الله قولوا انكم لقيتوها. والله قلبي ما عاد يتحمل بنوب يا ابني. للاسف ما لقيناها للاسف. اوف شو بدنا نساوي هلا يا جماعه؟ يعقوب فينا نوصل لرفيف من اشاره موبايله شفت هالشي على التلفزيون هيك بيلاقوا المخطوفين. لك يا ريت تبطلي تتزاكي يا شكران. ايش بعرفني عم حاول ساعد. لو الموبايل معك كانوا لاقوها. ايه حاضر مدام رفيف بس انا ما فهمت عليكي لوين لازم جيب مراد. ممكن تعيدي لي العنوان؟ رح تجيبيه على اول طريق الغابه. رح يجي صديق لإلي ياخده. ولا تنسي تحطي له لعبة السفينة تعرفي إنه هو بيحبها كتير وما بيهدى بدونها. أوعك تنسي تحطي له إياها بالشنطة لأنه إذا بكي ما رح أقدر سكته وبزعل منك. ليكي حبيبتي بس هيك تحسسي إنك عم تحكي معي. لا تشغلي بالك فورا رح نخلصك. فهمتي على أي غصون؟ تمام رح تجي على أول طريق الغابة بعد ساعة من هلأ. واصحك تحسسي حدا اني حكيت معك وانتبهي لحدا يشوفك وانتي طالعه من البيت. ايه مثل ما قلتلك اوعك تنسي تحطي له سفينه بالشنطه. يلا صار لازم سكر. شو صار شو قالك؟ لا تكون شكت بشي. ما حدا حس بشي لا تشغل بالك كون مطمن رح ناخد ابننا مني. بدي خبر مهم.